خليني أسألك، مين أكتر اللعيبة في النادي الأهلي اللي شفتها متألقة في البطولة دي؟ أسماء شفتها تألقت سواء في مباراة الدحيل، مباراة بارن، مباراة بالميراس والحصول على المركز الثالث. صراحة جميع اللعيبة كانوا في مستوى جيد، يعني بداية من الحارس العملاق الشناوي، يعني كل الأسماء تكررت، يعني كل الأسماء تكررت وجميعها أعطى يعني الإضافة، وكان يعني مركزا وكان يعني حاضرا كما يجب. لكن هناك بعض اللعيبة يعني حسب الأرقام والأحصائيات ممكن تفوقت عن الآخرين، مثل بدر البنون. صراحة مدافع صلب ده يعتبر أحد أحسن الانتدابات التي قام بها الأهلي. كذلك طاهر محمد طاهر كمان ده لاعب كويس جدا وله مستقبل كبير، بغض النظر على شحات وأفشة وأكيد علي معلول.